برحب بحضراتكم مره ثانيه. اكيد يعني كلامنا كتير عن الدوري الانجليزي بقى الدوري القوي، وايضا كلاسيكو بكره ان شاء الله نتمنى نستمتع بيه من خلال طبعا مشاهدته من غير تشفير. معايا هنتكلم طبعا على مباراه الكلاسيكو غدا وايضا الدوري الانجليزي، لان احنا مركزين على الدوري الانجليزي لان احنا عندنا نجوم تالقوا في الاسبوع الاول للدوري الانجليزي دوري كامل العدد، نجومنا طبعا المصريين بيشاركوا هناك طبعا، عشان كده احنا بنتكلم عليه بشكل او بنركز فيه بشكل كبير. هيكون معايا استاذ وليد الحديدي اكيد برضو من المحللين الرياضيين ومحللين الاداء بشكل كبير. استاذ وليد برحب بيك. برحب بيك يا تنور. شكرا تنورك حبيبي. ايضا احمد فاروق وايضا من المحللين ومحللين الاداء وناقد رياضي ايضا استاذ احمد منور بيك. اهلا بيك كابتن محمد، سعيد بيك وسعيد بصديقي وليد. ربنا يخليك. نبتدي بالكلاسيكو ولا نبتدي بالدوري الانجليزي؟ زي ما تحب. طيب نبتدي طبعا بنجومنا الكبار اللي موجودين والمحترفين في الدوري الانجليزي، سواء بقى محمد النني واولى مبارياته امام ليستر سيتي، ويمكن واحد من الناس اللي ساهموا في الهدف الثاني في ليستر سيتي. اعتقد ان ارسنال امبارح كان بيلعب ليستر سيتي وكان مغلوب 3-2 وتحول من الهزيمه للفوز بنتيجه 4-3. اعتقد ان يعني بدايه جيده لمحمد النني، وخصوصا ان هي بدايه جيده قبل ما ينضم لمعسكر المنتخب ان شاء الله استعدادا لمباراه اوغندا. بتشوف ازاي محمد النني وادائه في هذه المباراه والنتيجه اللي حققها فريق ارسنال؟ هو بشكل اجمالي طبعا بتفق معاك ان بدايه الدوري الانجليزي بالنسبه للمحترفين هناك افضل مما توقعناه بكتير جدا. تمام. هنبدا بمحمد النني اللي هو لاعب افتتاح الدوري الانجليزي مع ارسنال قدام ليستر سيتي. الحقيقه محمد النني مع مباراه الدرع الخيريه، من اول مباراه الدرع الخيريه وبعض المباريات الوديه، واضح انه بقى ليه دور كبير في 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 استراتيجيه ارسن فينجر. يعني بقى من اهم لاعبي الفريق وبتعتمد عليه طريقه اللعب، وبقى اداء محمد النني بيرتفع او بينخفض مع اداء ارسنال. يعني هو مع تشاكا في خط النص، تشاكا بيلتزم اكتر شويه بالتغطيات والادوار الدفاعيه، والدور بقى بتاع محمد النني اللي هو اللاعب اللي بيتحرك من منطقه جزاء لمنطقه جزاء الخصم، ودايما بنشوفه حتى هو على مستوى الشجاعه في اللعب شفناه تطور على مستوى الاقدام، وان هو بقى بيمرر كتير جدا لقدام وبقى بيحاول يعمل اسيستات وبيباصي للمهاجمين بشكل مباشر. كان محمد النني شويه قبل كده كنا يعني بنعيب عليه ان هو بيلعب في المضمون ويلعب التمريرات القصيره الاقرب لاعب ليه، لكن امبارح شفناه بيعمل تمريرات طويله وبيلعب كرات عرضيه وبيجري دايما، هو اللي بيقرب لكل لاعب، هو اللي بيروح لكل لاعب ويستلم الكوره، ما بيختفيش ورا اللاعبين. فده على مستوى ثقافه محمد النني شفناه اتغير امبارح في المباراه. الحقيقه طبعا هو عمل اسيست الهدف الاول، وده اول اسيست في البريمير ليج السنه دي هيتسجل باسم محمد النني للاكازيت. محمد النني من اول دقيقه المباراه لحد ما خرج طبعا لاسباب تكتيكيه مش لاسباب فنيه، وارسن فينجر حب يعمل يغير طريقه اللعب، كان خسران فخلاص بقى بيلعب بشكل هجومي بحت، يعني باثنين بس مدافعين وبقيه الفرقه كلها بتهاجم، سواء الاثنين الظاهرين كانوا بيهاجموا مع خط النص والهجوم، فهو كان خروجه الاسباب تكتيكيه مش اسباب فنيه. انا شايف ان التطور الكبير ده في مستوى محمد النني وظهوره بالشكل ده زي ما انت قلت يا كابتن فاروق، مؤشر جيد لينا قبل مباراه مهمه زي مباراه اوغندا بنعتمد فيها بشكل كبير كمنتخب مصر على خط النص اللي هو القائد بتاعه دلوقتي محمد النني. فطبعا تحيه لمحمد النني على الاداء اللي هو اداه امبارح، واتمنى انه يواصل كده بقيه السيزون. ده اهم حاجه انك تستمر في التالق بشكل كبير وفي دوري قوي زي الدوري الانجليزي. اعتقد انت بتبص ان انت لمنتخب مصر رقم واحد، انك اهميه محمد النني وتالقه بشكل كبير مع فريقه بيفيد منتخبنا الوطني، ثانيا ان انت بيبقى واحد من المحترفين المميزين وسعره بيغلى طبعا في الدوري الانجليزي والدوري او الدوريات الاوروبيه بشكل كبير. يا احمد بيدي لك ثقل في المنتخب، واحنا يمكن لما لعبنا منتخبات افريقيه كبيره على مدار سنوات طويله كنا دايما في هيبه للمنتخبات الافريقيه، لما كنا نشوف منتخب مثلا فيه ديدييه دروجبا، لما كنا نشوف منتخبات فيها صامويل ايتو وفيها نجوم كبار جدا، كنا احنا نفسنا حتى بنتخض، احنا نفسنا بنعمل الف حساب للمنتخبات دي. دلوقتي الصوره اتقلبت، دلوقتي منتخب مصر بقى هو اللي عنده عناصر، محمد صلاح متالق في ليفربول، محمد النني بيلعب اساسي في ارسنال، اكثر من عنصر سواء في البريمير ليج، رمضان صبحي واحمد حسن كوكا في البرتغال واحمد المحمدي كمان الدوري الانجليزي يعني في الدوري الانجليزي طبعا على وجه التحديد، وبشكل عام السكواد بتاع منتخب مصر، فده بيدي لنا ثقل طبعا لما نتكلم ان ثلاث عناصر اساسيه في اول جوله في البريمير ليج. عندنا احمد حجازي بيلعب
اساسي رغم ان فريق ويست بروميتش كان عنده هيكل واضح ثابت. هو استفاد طبعا، كان موفق جدا من غياب ماكولي بسبب الاصابه، وهو كان يمكن اللي واخد مكان احمد حجازي. لكن شيء مهم جدا حصل النهارده لاحمد حجازي على وجه التحديد، وهو انه ظهر كتير جدا في الكرات العرضيه وفي الجوانب الهجوميه، بقى يسدد على المرمى، وده الدور اللي كان بيلعبه ماكولي. فده هيدي انا عايز اخش على يعني المباراه دي، ولكن خلينا نتكلم على الارسنال وليستر سيتي، ومباراه الارسنال وليستر سيتي وتفوق للارسنال. وطبعا زي ما بقول لك النني كان متالق بشكل كبير. محمد النني الميزه الاهم اللي زي ما قال وليد، من سواء من البري سيزون او مباراه الدوري الخيريه الكامنت شيلد او المباراه بتاعه البريمير ليج، ان هو تطور بشكل واضح. كنا دايما في البعض كان بيعيب على محمد النني بان هو اداؤه سلبي الى حد ما، رغم ان دي نقطه كان فيها خلاف، وهو ما كانش سلبي، وهو كان له دور مهم جدا جدا تكتيكيا، والبعض كان ظلمه في النقطه دي. لكن كمان لما تدعم دورك التكتيكي بمسانده هجوميه مميزه جدا، ولما تبقى ليك ايجابيه، وشفنا الاسيست اتعمل بذكاء شديد جدا. يعني عندنا هنا فلسفه اللاعب المصري لما كانت تيجي الكوره كان يمكن يقف ويحضر، شفنا النني من وان تاتش راحت لاكازيت وحطها هدف، حتى الاسيست كان شكله حلو، ما كانش اسيست بالصدفه يعني. فانا اعتقد ان تطور اداء محمد النني زي ما حضرتك قلت هيفيد جدا منتخب مصر، احنا محتاجين الدور ده في منتخب مصر. منتخب مصر مع هكتور كوبر فلسفته الى حد ما دفاعيه شويه، فانت محتاج اللاعب اللي هو ينقل الكره بسرعه، محتاج اللاعب اللي هو يعني ياخدك من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا، بدل ما يبقى الاعتماد بشكل صريح قوي على محمد صلاح وتريزيجيه كاجنحه، وده اللي كنا بنعاني منه، ان مفاتيح لعبنا كانت محفوظه شويه لبعض المنتخبات. لا، وجود محمد النني وتطور ادائه في عمق الملعب اعتقد ان ده هيضيف جدا لمنتخب مصر. طيب خلينا انتقل ليفربول وواتفورد، يعني اعتقد نجمنا محمد صلاح بيتالق ما شاء الله مع ليفربول من اول مبارياته حتى الوديه، بيحرز هدف الثالث لليفربول، وبيكون سبب من اسباب التعادل مع واتفورد، اللي يعني اعتقد من الفرق القويه، وما سببش يعني ليفربول يتهنى زي ما بيقول بالفوز. بالتالي بنشوف برضو تطور اداء صلاح ووجوده بالتالق اللي احنا شايفينه، احنا كلنا بنحبه صراحه، يعني هو من اللاعبين اللي انت بتبقى حابب دايما ان هو يتالق، ويبقى تبقى مبسوط وهو شايفه، بالرغم ان هو واحد مثلا مش من ابناء النادي الاهلي، لكن لا احنا مبسوطين لواحد زي محمد صلاح بيتالق في الدوري الانجليزي بشكل كبير. يعني محمد صلاح خلاص بقى هو عدى مرحله ان هو يبقى مجرد محترف مصري احنا بندعمه ونتابعه، محمد صلاح خلاص بقى براند على مستوى العالم، بقى اسم صاحب حيثيه. النهارده الكاميرات بتطارده ومركزه عليه من اول دقيقه في الماتش لحد اخر دقيقه، كان هو نجم ال 22 لاعب، كان هو نجم المباراه حتى قبل ما ياخد البينالتي او قبل حتى ما يحرز الهدف الثالث. محمد صلاح اسم عالمي، خلينا نتفق على هذا يعني، ودخل خلاص يعني كاتيجوري اللاعبين العالميين ولاعبين التصنيف الاول كمان. محمد صلاح كان واضح من اول ما كلوب اصر ان هو يضمه، وليفربول خضع او رضخ لطلبات اس روما بالنسبه للمبلغ، واصبح اغلى لاعب في تاريخ النادي، فكان واضح ان كلوب مقتنع بيه وشايف ان هو يكون محور ادائه، لدرجه مثلا نجم الفريق السيزون اللي فات اللي هو ساديو ماني اللي كان بيلعب جناح يمين هو اللي غير مكانه لمحمد صلاح. محمد صلاح لعب في مركزه الطبيعي الجناح اليمين، وساديو ماني كان بيلعب النهارده جناح شمال او احيانا بيكمل في النص. والحقيقه هي فكره التبادل المراكز ده انا كنت متوقع ان كلوب هيعمل كده، يعني كلوب في خط الهجوم النهارده ما كانش فيه مركز ثابت، محمد صلاح كان بيكمل كتير جدا في مركز راس الحربه، فيرمينيو كان بيعمل تبادل مع ساديو ماني، كان فيه لا مركزيه في هجوم ليفربول، وده هيفضل على مدار السيزون. يعني محمد صلاح مش هيفضل جناح يمين طول السيزون، ولا ساديو ماني ولا فيرمينيو، ما فيش حد فيهم هيلعب في مكانه الثابت. محمد صلاح طبعا ثقه، بيلعب بثقه كبيره جدا النهارده، واضح كمان زي ما قلنا ان هو محور خطه ليفربول، يعني اللعيبه بتروح تدور على محمد صلاح عشان تدي له الكوره علشان هو يبدا الهجوم. اللعبه بتاعته المشهوره عملها اكتر من مره، اللي هو بيسند على لاعب وياخد الكوره في التو ويشوط بشكل مباشر. النهارده خد ضربه جزاء اتحسبت له اسيست واحرز الهدف الثالث. طبعا كنا نتمنى ان ليفربول، وانا شخصيا بصفتي مشجع لليفربول كنت اتمنى انه يخلص الماتش فايز يعني، لكن هي الاخطاء الدفاعيه والدفاع الهش اللي لازم الفريق ياخد باله منه، وكلوب لازم يدعمه لسه لحد 31/8. في فرصه قدام ليفربول ان هو يعني يكون عنده صفقات دفاعيه تحسن اداء الفريق، لان الفريق عنده خط وسط الى حد ما مميز، خط هجوم قوي جدا من اقوى خطوط هجوم في اوروبا حاليا، لكن يبقى خط الدفاع اللي هيساعد الوسط والهجوم ان هم يقدموا نتائج كويسه. محمد صلاح انا اتوقع له سيزون مميز جدا، اتوقع له ان هو ممكن يدخل من ضمن هدافي الدوري الانجليزي او اعلى اللاعبين صناعه للاهداف، ده واضح من المباراه الاولى، واتمنى طبعا انه يستمر، وانا اتوقع انه يستمر، لان طريقه لعب ليفربول وكلوب مناسبه لمحمد صلاح. طيب كوتينيو، يعني لو احنا بنتكلم اللي هو لاعب ايضا في ليفربول حتى الان، لو انتقل لبرشلونه هل صلاح ممكن نجمه يسطع، ولا هو صلاح
فارض نفسه بشكل كبير على اي لاعب موجود داخل. والله انا عايز اقول لك ان وجود صلاح طبعا. وخصوصا ظهوره النهارده بالتميز ده ابتدى يزرع فكره قبول فكره رحيل كوتينيو عند جماهير ليفربول. النهارده شفنا على السوشيال ميديا حتى مش بس العرب, حتى جماهير ليفربول الانجليز ابتدوا يتكلموا ان الجانب الهجومي مفيش فيه مشاكل. السيزون اللي فات كان الثلاثي هو كوتينيو وفيرمينيو وساديو ماني, بوجود صلاح نزل فيرمينيو للعمق وبقى ساديو ماني جناح ايسر صريح, فبالتالي ما بقاش فيه مشكله كبيره جدا عند ليفربول في غياب كوتينيو. ده بالعكس لما شفنا في البطوله اود الوديه كان كوتينيو مخنوق لانه اضطر يبقى عنده مهام دفاعيه بشكل اكبر شويه في وجود الثلاثي الصريح, فابتدى الجماهير لا يقولوا ده بالعكس كمان احنا عندنا ازمات في خط الدفاع, فربما رحيل كوتينيو يوفر مبلغ كبير لاداره النادي يقدروا يبرموا بعض الصفقات وابرزها فان ديك الصفقه اللي هي اللي متعطله شويه بسبب اصابه ساوثهامبتون. فانا اعتقد ان وجود صلاح وكمان رحيل كوتينيو هيدي صلاح مش بس قيمه في وسط, يعني مش بس قيمه كرويه في ارض الملعب, ده كمان حتى على صعيد النجوميه. يعني صلاح رغم انه لسه يدوب ليفربول متعاقد معاه يعني قبل بدايه السيزون, لكنه زي ما قال وليد هو جاي بنجوميته, جاي بتالقه, جاي منور اوريدي حتى رغم وجود ساديو ماني ورغم وجود فيرمينيو ورغم وجود عناصر مهمه جدا. كان في ناس يعني متخوفه وجود صلاح في ليفربول, انتقاله كان يعني عدم نجاحه في البدايه مع تشيلسي في الدوري الانجليزي وذهابه للدوري الايطالي ونجاحه مع روما, كان كل الناس تقول لك لا يعني احنا خايفين نادي ليفربول كبير ولكن خايفين انه يرجع للدوري الانجليزي وعدم نجاح صلاح في الدوري الانجليزي. في ظل وجوده بقى وبيحرز اول اهدافه مع في الدوري الانجليزي, تتوقع صلاح ان هو ممكن يبقى هداف في ظل طبعا قوه هذا الدوري الانجليزي؟ مبدئيا المخاوف دي في محلها جدا جدا لسبب مهم جدا, وهو ان صلاح لاعب بيعتمد على السرعات بشكل كبير جدا وبيحتاج مساحات علشان امكاناته الحقيقيه تظهر, وده مش موجود في البريمير ليج. لكن مع يورجن كلوب الوضع مختلف, فلسفه يورجن كلوب مناسبه جدا للاعب زي محمد صلاح. طبعا طبعا طبعا, ولو وانا لو مع مدرب غير يورجن كلوب انا شخصيا كده يعني هتوديني حته تشيلسي وعدم نجاح صلاح, مش عايز اقول عدم نجاح لكن عدم تاقلمه مع جوزيه مورينيو في مع, هل ده سبب من الاسباب تشوف ان في تقصير مثلا من مورينيو عدم استغلال صلاح بشكل معين؟ لا انت احمد, لا هي الظروف برضو كانت مختلفه شويه, لان وجود صلاح مع مورينيو ما كانش له علاقه بامكانياته الفنيه, لانه ظهر في اكتر من, لما لعب في السيزون الاول اللي هو اللي انتقل فيه من بازل كان ظهر بشكل كويس جدا, وشفناه سجل هدف في ارسنال بانطلاقه وفي مساحه, وشفناه في مباراه ستوك سيتي ظهر بشكل مميز. لكن المشكله في السيزون الثاني كانت في رغبه مورينيو الحفاظ على قوام اساسي, وكان صلاح قله خبره شويه. فانا اعتقد ان صلاح بالعكس العناصر تالقت مع مورينيو كان ايدن هازر وويليان, عناصر شبه محمد صلاح, عندهم السرعه بشكل مهم جدا, عندهم الاختراقات بشكل يعني قريب جدا من اداء محمد صلاح. لكن هو المشكله كانت في طبيعه لعب الدوري الانجليزي وفي طبيعه دوري ما فيهوش المساحات اللي موجوده في ايطاليا وموجوده برضو الى حد ما في اسبانيا. هي فكره هدف كمان مورينيو احمد من ضم صلاح, يعني كان واضح انه هدف مورينيو من ضم صلاح انه لاعب بديل, يعني هو مش لاعب اساسي, لا هو كان بيضمه على اساس ان هو لاعب بديل, هو كان عنده قوام اساسي لفريق تشيلسي وكان محقق بيه نجاحات, فهو كان واضح ان محمد صلاح رايح كلاعب بديل. فهو في ظل ان الفريق كان ماشي بهيكله بفلسفه مورينيو اللي كان عايز يطبقها الفريق كان بيطبقها له, فمحمد صلاح يعني ما لقاش وفي الاخر الفريق فاز بالدوري الانجليزي, فاذا قرار مورينيو كان صحيح بالنسبه لسياسه مورينيو. لكن بالنسبه لمحمد صلاح اللي احنا يهمنا طبعا ويكون متواجد بشكل أساسي, هو مورينيو نجح لكن ما كانش ده القرار المناسب لمحمد صلاح. يعني كان لازم يدرس الموضوع بشكل, طبعا اسم تشيلسي اسم يجذب اي لاعب, ويكون ان مدرب زي جوزيه مورينيو زي ما كلنا عارفين القصه الشهيره يبعت لمحمد صلاح او يحادثه هاتفيا ويطلب منه انه يضمه للفريق, دي بالنسبه للاعب كان لسه في بازل وكان لسه بيبني اسمه في اوروبا, دي حاجه مش قليله. لكن هي تجربه استفاد منها محمد صلاح, ودي كمان تدل على شخصيه اللاعب. يعني تجربه زي دي كان ممكن بعد الاحلام الكبيره اللي بناها محمد صلاح, واحنا كاعلام وكل المشجعين قالوا خلاص محمد صلاح في تشيلسي بطل انجلترا, وقعدنا نقول انه هينافس مش عارف على احسن لاعب في انجلترا والهداف, وفجاه ما يلعبش ولا مباراه ويطلع في اعاره الفيورنتينا ومنها اعاره روما ثم بيع. شخصيه محمد صلاح هي اللي رجعته تاني يتالق مع فيورنتينا في ايطاليا ثم اس روما, ويرجع تاني نجم للدوري الانجليزي, يرجع تاني اغلى لاعب في تاريخ ليفربول. تشيلسي اتغلب النهارده من بيرنلي 3-2, يعني عشان برضه ايه هنقول لاحمد هارد لك طبعا. انت تشيلسي بتشجع تشيلسي؟ طبعا. لا محمد صلاح مش يعني ما سبتش ان انت في ناس بيصلاح صلاح مثلا مع المصريين, بس هنشجع دلوقتي ليفربول ولا وست بروميتش ولا ستوكس؟ لا دلوقتي بقى يعني خلينا بقى ما دام نسيت وست بروميتش, طبعا فوز وست بروميتش بهدف لنجمنا احمد حجازي برضو دي حاجه مميزه بتكمل
تألق الكرة المصرية. انت خلي بالك ده انت بتتكلم السفراء لينا في الدوري الانجليزي وفي كمحترفين، انك بتقول لا في لعيبة موجودة على مستوى عالي جدا في الدوري المصري بصونا بشكل كبير. فتألق النهاردة صلاح والنيمي ثم احمد حجازي اعتقد ان دي رسالة مهمة جدا للدول الاوروبية او المهتمة بكرة القدم في العالم. نقطة حجازي على وجه التحديد مختلفة تماما عن باقي الأسماء اللي بنتكلم عنها. شوف احنا كنا بنقول ايه على صلاح، صلاح كان أحسن لاعب في سويسرا وكان في قمة التألق مع بازل ونجم نجومه، وكان لاعب بيتصارع عليه أندية كبيرة جدا، وكان في صراع شهير ما بين ليفربول وتشيلسي قبل ما يختار تشيلسي، ورغم كده راح كان صعب عليه جدا ان هو يحجز مكان اساسي. في فرق كبير طبعا ما بين ويست براموتش وتشيلسي، لكن لما نتكلم عن بريمير ليج لا، في بريمير ليج ال 20 نادي كلهم لهم قيمه كبيره جدا، ومش سهل جدا انك تلعب اساسي في اي نادي. كمان من الدرجه الثانيه. طبعا. فكون ان لاعب يجي من مصر، بيلعب في نادي كبير هو النادي الاهلي، لكن جاي من الدوري المصري، جاي من منافسه اقل كتير جدا، جاي من اجواء اقل احترافيه كثير جدا، شفنا دوري غير منتظم وتداخل في المسابقات وعدم انتظام فترات راحه، وتروح لنادي في بريمير ليج مباشره تحجز مكان في التشكيله الاساسيه، ده شيء مهم جدا 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 ودافع مهم جدا، ويضيف للكره المصريه ويضيف للاهلي. فكره ان في لاعبين مباشره من الاهلي هم رمضان صبحي واحمد حجازي يروحوا الانديه محترمه في بريمير ليج، وحتى رمضان رغم انه قعد لكنه تجدد عقده ومؤمنين جدا بامكانياته قدراته. فانا شايف ان يعني تألق حجازي ومشاركته الاساسيه دي نقطه مهمه جدا 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 للكره المصريه على وجه العموم، مش بس له يعني بشكل شخصي. صحيح. احمد حجازي ظهر بشكل كويس جدا، ظهر واثق جدا زي ما قلت، تقدم في الكرات الهجوميه بشكل كويس جدا، ادى حتى على الصعيد الدفاعي، عمل اكتر من بلوك وقطع اكتر من كوره بشكل مميز، الجماهير حتى تفاعلت معاه بشكل كويس جدا، وده مش من الحاجات المميزه، ان لاعب بالنسبه لهم لاعب مغمور. يعني قبل ما ينتقل حجازي يمكن معظم جماهير ويست براموتش ان لم يكن كلهم ما كانش في حد يعرفه، لكن لما نشوفهم متفاعلين معاه بالشكل المميز ده، لانه قدم شكله يعني قدم شكل مميز جدا في البري سيزون. يعني تألق حجازي النهارده مش صدفه، حجازي كان واحد من افضل اللاعبين في المباريات الوديه اللي لعبها مع ويست براموتش في البري سيزون، وبالتالي تألقه النهارده بيكمل فكره وصوره ان احنا تعاقدنا مع مدافع قيمته عاليه جدا، مدافع يقدر يستمر مع الفريق لسنوات ومش مجرد لاعب هيرجع بعد الاعاره. لا، انا اعتقد ان يعني قرار التعاقد مع حجازي بشكل دائم هيتخذ بشكل مبكر، مش هيستنوا كمان لنهايه السيزون. يعني يمكن كمان وليد حجازي ساعده تجربته الاحترافيه الاولى ووجوده بعد كده في نادي الاكثر احترافا في الدوري المصري او في الكره المصريه او في الوطن العربي، ده ساعده كتير برضه وهيساعده اكتر في تجربته في البريمير ليج. يعني انت خدت من على لساني الملاحظه اللي كنت عايز اقولها، محمد احمد حجازي ليه تجربه سابقه في اوروبا وفي دوري قوي جدا الدوري الايطالي، وكان تواجد في العديد من المباريات في الدوري الايطالي مع فيورنتينا طبعا لولا الاصابه اللي عطلته شويه ونقلته النادي اقل قبل ما يرجع للنادي الاهلي. فكره الخبرات اللي خدها احمد حجازي من تواجده في الدوري الايطالي دي مهمه جدا جدا جدا، ادته الثقه اللي احنا شايفينها او اللي شفناها النهارده في المباراه، بيلعب قدام في الدوري الانجليزي واحد من اقوى الدوريات في العالم قدام الجماهير دي كلها وبالثبات ده وبالقوه دي، ويحرز هدف ويكون واخد مان اوف ذا ماتش النهارده في اول مباراه ليه في الدوري الانجليزي، دي حاجه مش سهله. رجوعه كمان من 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 الدوري الايطالي على نادي زي النادي الاهلي اللي هو هنعتبره اكتر نادي بيطبق منظومه الاحتراف الاقرب او الاقرب الى حد كبير زي ما بتطبق في اوروبا سواء في كنادي عربي او كنادي افريقي، فده ساعد كمان احمد حجازي. يعني كمل الشخصيه بتاعت احمد حجازي بنى عليها، الشخصيه اللي كونها في الدوري الايطالي مع فيورنتينا بنى عليها ودعمها وقواها مع النادي الاهلي، فخرج لنا الناتج النهارده اللي احنا شفناه واللي احنا متوقعين انه هيستمر بهذا الشكل. طيب يعني اتكلمنا يمكن على لسه طبعا رمضان صبحي هيلعب ولسه طبعا نجومنا في الدوري، هو اوريدي رمضان بس ما شاركش النهارده. خسروا من ايفرتون وهو ما شاركش، لكن طبعا انا متوقع يعني برضو تجديد تعاقده زي ما احمد قال من شويه، ده دليل ان هم مؤمنين باللاعب، هم شايفين ان هو مشروع المستقبل، بيجددوا له النهارده لفتره طويله قدام، فمعنى كده ان هم متمسكين بيه وهيلاقي فرصه مشاركه. لكن احنا لسه النهارده اول مباراه في الدوري، لسه يعني افكار كتير جدا هتتغير مع المدربين، واعتقد ان احمد ان رمضان صبحي هيكون متواجد بشكل اساسي كمان مع ستوك في الفتره القادمه. عندك راي رمضان وتالقه ان شاء الله في الفترات القادمه، والتجديد اللي اتكلم عليه وليد في جزئيه ان الثقه اللي موجوده لدى مسؤولين نادي رمضان ان يبقى لا هو لاعب صغير وعنده امكانيات احترافيه عاليه جدا، عشان كده احنا بناخد معاه وقت اطول، لان على فكره ممكن يبقى الفكره عندهم ان انا
ابيعه في وقت من الاوقات واستفاد منه بشكل طبعا كبير. طبعا ده وارد جدا. يعني هم بيطولوا العقد عشان الجزئيه طبعًا دي. طبعا طبعا وهي رساله هم بيوجهوا له رساله بيقولوا له انت حتى لو لسه ما دخلتش معانا بشكل كبير لكن انت مشروع بالنسبه لنا، احنا مؤمنين بك جدا. والنجم الاساسي في الجناح الايسر ارناتوفيتش راح وستهام في صفقه كبيره جدا للنادي، فهو واحد من ابرز العناصر اللي منتظر انها تعوض. موجود بويان كريكيتش، موجود بعض الاسماء المهمه، لكن حتى واضح من البري سيزون ان رمضان، لا رمضان عنصر مهم جدا. وفي انجلترا ما فيش تشكيله اساسيه، يعني حتى لما اتكلمنا عن نقطه صلاح ان فلسفه المدربين ما فيش 11 لاعب. صلاح في وقت من الاوقات كان بيشارك، مورينيو دفع باكتر مباراه، لما ابتدى في السيزون اللي بعده غير فلسفته شويه واعتمد على عناصر مختلفه. فما فيش 11 لاعب ثابتين في معظم انديه بريمير ليج بيشاركوا بشكل اساسي طوال الموسم بدون تغيير. فاعتقد ان رمضان صبحي في مباريات مهمه جدا، خصوصا ان رمضان عنده امكانيات بدنيه وعنده ستايل لعب مختلف شويه عن معظم اللاعبين اللي بينافسوه في المركز. ففي بعض المباريات انت هتحتاجه، مش هتحتاج لاعب زي بوين، امكانياته البدنيه مش زي رمضان صبحي. فانا اعتقد ان هو في مباراه يعني قدام شويه، لا رمضان هيبقى عنصر اساسي ومهم جدا في تشكيله ستوك يعني. طيب يعني احنا ممكن طبعا غطينا بشكل كبير نجومنا اللي يتالقوا في الدوري الانجليزي. بكره في كلاسيكو يعني ده كلنا في انتظاره، واعتقد ان احنا هنشوف مباراه مميزه، خصوصا ان برشلونه يعني ما حصلش السنه دي غير على الكاس فقط لا غير. ما شاء الله ريال مدريد عشان الريلويه الريال اللي بيحبوا الريال وكده ما شاء الله متالقين بشكل كبير. عايز اقول لكم يعني بما ان احنا هنتكلم على كلاسيكو، نيمار بيسدد مليوني ونصف دولار للضرائب في البرازيل، دي كانت عنده مشكله وحلها بدفع الضرائب. فما شاء الله هو الحديث 222 مليون يعني شويه فكه بالنسبه له. الحديث واحد كان في واحد بياخد 3000 يورو في الدقيقه. لا هو دلوقتي الحديث عن نيمار ما بقاش كروي يعني. الاخبار عن نيمار كل يوم اخبار ماديه، ال 26 مليون اللي له عند برشلونه، ال 2 مليون ضرايب في البرازيل، الصفقه بتاعه باريس سان جيرمان، يعني اخباره احنا بقى لنا تقريبا لو بتاخد 3000 جنيه استرليني ولا 3000 يورو في الدقيقه تعمل ايه؟ في الدقيقه ما هو انت بقى انا هقعد افكر هصرفهم فين، فهتعدي الدقيقه وتيجي اللي وراها يعني. يعني ده نيمار دفع القيمه الغرامه اللي عليه كمان يعني غرام عليه من الضرايب. هم كانوا 8 مليون ريال بالزبط. برازيلي وخاصين بحقوق صورته مع نادي سانتوس. هو عنده ازمه، هو دايما زي ما قلنا عنده ازمات ماديه، فكان من فتره تعاقده مع سانتوس كان مفترض ان في حقوق لصورته مع النادي وكان في قضيه ضرايب وابتدى طبعا يحلها. خلاص دلوقتي عايز يعني يظبط كل اموره الماديه ويركز بقى في الكوره. هيتاثر برشلونه بغياب نيمار في المباراه طبعا القادمه؟ طبعا تاثير شديد جدا جدا. لان الهيكل الاساسي لبرشلونه، برشلونه فيه نجوم كبار طبعا في كل المراكز، لكن الام اس ان ميسي وسواريز ونيمار. بس برشلونه ما تاثرش مثلا بغياب رونالدينهو في يوم من الايام رغم ده ان كان ده الساحر، لان كان اوريدي موجود اللي عوضه. مجرد رحيل رونالدينو كان اوريدي خلاص ميسي بقى سوبر ستار فاستلم منه الرايه. المشكله مين هنا هيستلم الرايه من نيمار؟ عشان كده برشلونه في ازمه، والازمه الشهيره في التعاقد مع عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند واختفاء اللاعب فجاه. صحي دورتموند ما لقوش اللاعب موجود، واللي اتقال شافه بقى زي فيلم الغريب كده بتاع السيد الغريب، اللي اتقال شافه برشلونه واللي قال ان شافه في المطار ومش عارفين اللاعب فين. برشلونه اضطر ان هو حتى يستخدم اساليب هو نفسه كان بيعطي، يعني هو نفسه الجماهير وصفت نيمار بانه خاين عشان ساب النادي. في نفس الوقت اللي برشلونه بيعصي عثمان ديمبلي على نادي دورتموند عشان ياخده، لان هو في مأزق. هو ونفس الكلام الكفاح الرهيب للتعاقد مع كوتينيو في ليفربول وتعنت ليفربول الرهيب في انهم مش هيسيبوه. فلا في ازمه كبيره طبعا. طب الاقرب في المباراه، مباراه الغد، مين يبقى موجود يعوض غياب نيمار يعني في هذه المباراه؟ يعني هو اللاعب الاقرب وفقا للبري سيزون وفقا للسكواد اللي موجود في برشلونه هو ديلفو. يعني لو لعب فالفيردي بنفس الاستراتيجيه اللي بيعتمد عليها برشلونه 4 3 3 فممكن يعتمد على لاعب زي ديلفو مع ميسي تحت سواريز في كلاسيكو بكره، او بقى يعني يلجا ايه الحدادي. لا هو اعتقد ديلفو الاقرب، او انيستا ممكن يكون ليه ادوار مختلفه. يعني انيستا قبل قدوم نيمار كان ليه ادوار هجوميه اكثر تاثيرا بالتبادل مع تشافي. يعني تشافي كان هو في خط الوسط اكثر، وكان انيستا كان بيقوم بالدور الهجومي بشكل اكبر، لكن انيستا تراجع طبعا مع السن ومع تراجع مستوى الى حد ما، فابتعد شويه عن الادوار الهجوميه. حتى لما بينزل بيكون
يعني 50 50 ما بين الدفاع والهجوم، ما بين تركيزه في خط الوسط والهجوم. لكن هل فالفيردي ممكن يستغل لاعب زي انيستا في المكان ده ويرجع له تاني بقى ذكريات يعني ايام ما كان بيجيب اهداف وكان هو يعني احد اهم لاعبي برشلونه؟ ممكن يكون ده، لكن انا اعتقد ان دي لوفو وفقا يعني لاخر حتى مباراه قدام شابيكوينزي اللي تالق فيها هذا اللاعب والسيزون اللي فاتوا تالقه مع اي سي ميلان، انا شايف ان هو هيكون خساره كبيره جدا لبرشلونه لو استغنوا عنه، لانه لاعب مهم حتى لو تم استخدام نجم كبير زي عثمان ديمبلي او كوتينيو. لكن دي لوفو لازم يكون ليه دور، لانه هو اولا ابن نادي برشلونه، في سياسه برشلونه وفكر برشلونه وروح الفريق موجودة. جواه موجوده جواه، زي ما احنا بنقول كده ابن النادي الاهلي مهما راح ولعب في انديه بره بيرجع تاني كانه كان عضو في الفريق وما مشيش. هي فكره كمان يعني مدرسه برشلونه اللمسيه وتنشئه اللاعبين، هم ليهم سياسه يعني لو في افلام تسجيليه كده لو قعدت تشوفها على اليوتيوب ازاي الناس دي بتعامل الناشئين وازاي بيناموا ويصحوا على الكوره وازاي النظام الكامل اللي زيدان وتالقه بشكل كبير واستعداده بقى لمباراه الغد. هل هيبقى في اختلاف؟ هل اختلاف في التشكيل؟ اعتماده على بعض اللاعبين، عودة كريستيانو رونالدو، هل هيلعبوا مش هيلعبوا؟ يعني هو بيأكد ان مفيش عنده اصابات، مفيش عنده اي مشاكل في الفريق، الفريق مكتمل بشكل كبير. مباراة الغد مباراة مهمة لزين الدين زيدان. هو زين الدين زيدان جزء من مشروع كبير جدا كان في دماغ بيريز، واعتقد يعني ده قيمة الادارة ودور الادارة، ان يبقى عندك رئيس قوي، يبقى عندك ادارة قوية بتخطط لسنوات طويلة جدا. زين الدين زيدان زي ما انت قلت من دقايق ان هو ابتدى تصعيده تدريجيا، ابتدى كان زيدان لما اعتزل سنه 2006 بقيمته ونجوميته كان ممكن تاني يوم الصبح يدرب ويدرب فريق كبير كمان، لكنه اختار ان هو يبتدي الاول، ابتدى بكورسات وبدورات تدريبيه، بعدين درب في الكاستيا في الفريق الرديف لريال مدريد، بعدين اشتغل مساعد مع انشيلوتي لغايه ما تولى تدريب الفريق الاول، فبالتالي خد التدريج المثالي علشان يوصل لمكانه المدرب الاول وهو في كامل جاهزيته. تاني شيء اللي يوضح لك ان مشروع ريال مدريد مش مشروع بس وقت، لكنه مشروع لسنوات طويله جدا، لو نلاحظ التعاقدات اللي عملها ريال مدريد. ريال مدريد تعاقد مع ثيو هرنانديز 19 سنه في الباك الشمال، تعاقد مع سيبايوس 21 سنة في خط الوسط، رجع فايخو وهو المدافع بتاعه كان معار في ألمانيا أنتراخت فرانكفورت 20 سنة، وقدمه كأنه صفقة جديدة. يعني شوف هنا بقى ازاي تدي لعيبك ثقة وازاي تقول له انك مؤمن بيه ومؤمن ان هو جزء مهم جدا من مستقبل الفريق، ان تقدم كصفقة جديدة. وده اللي اتعمل برضه مع اسينسيو في السيزون اللي فات. اسينسيو لما رجع اتقدم لجمهور ريال مدريد كأنه صفقة جديدة واتعمل له تقديم خاص. ده بيوضح لك ان الاربع خمس عناصر اللي دخلوا جدد في اخر سنتين مع ريال مدريد كلهم 19 20 21 سنة، انت بتبص لقدام، انت عامل خطة لقدام لست سبع سنين مش بس لسنتين. صحيح. عمل كمان شيء مهم جدا ان هو خلص من العناصر اللي ممكن تعمل له ازمه على الدكه، باع موراتا لان موراتا كان بينزل كبديل بشكل كويس جدا وكان متازم انه قاعد احتياطي، خامس رودريجيز اعاره لبايرن ميونخ مع احقيه بيع، بيبي استغنى عنه، كونتراو استغنى عنه، استغنى عن العناصر اللي ممكن تعمل ازمه على الدكه علشان يشتغل زيدان بهدوء شديد جدا. كمان عمل حاجه مهمه جدا جدا وانا شايف انها من اهم الحاجات اللي عملها بيريز وعملها نادي ريال مدريد في الصيف ده، وهو انه ارسى مبادئ واضحه جدا في التعاقدات، وبالبلدي كده ما تلواش دراعه، حط ان هو يبقى هو طموح كبير جدا لاي لاعب انه يلعب في ريال مدريد مش العكس. سيبايوس كان تالق بشكل ملفت جدا وبقى طموح لانديه كبيره جدا وابرزها طبعا ريال مدريد وبرشلونه، كان بيلعب في ريال بيتيس وكان عنده شرط جزائي في عقده، فسهل جدا دفع الشرط الجزائي، لكن الامر كان متوقف على رغبه اللاعب. اللاعب اعلن ان هو رغبته ريال مدريد، لكن لما اهتم برشلونه بيه حاول ان هو يلعب ريال مدريد شويه، اتوجهت له رساله حاسمه خلال 24 ساعه تخلص نفسك مع ريال بيتيس، لو مروا ال 24 ساعه ما خلصتش نفسك شكرا مش عايزينك وروح برشلونه. تاني يوم الصبح كان مخلص نفسه وكان بيتم الاعلان الرسمي مع ريال مدريد. نفس الامر اتكرر من يومين بالظبط مع مبابي. مبابي لما اهتم بيه طبعا واحد من اهم النجوم والصفقات المنتظره والمنتظر ان سعره يتعدى 150 مليون يورو يبقى تاني اضخم صفقه بعد نيمار. باريس سان جيرمان قدم عرض ضخم جدا لموناكو وهو رغم ان كان قريب من ريال مدريد بعت لريال مدريد وقال لهم انا معروض عليا 12 مليون يورو من باريس سان جيرمان فانا عايز يعني نفس المرتب وانا هختار ريال مدريد. جمله واحده اتبعتت له ربنا يوفقك مع باريس سان جيرمان، حظ سعيد مع باريس سان جيرمان. هنا قيمه الاداره وقيمه القوه انك ترسخ في ذهن اي لاعب في العالم ان مهما كانت قيمتك ومهما كان المنافس اللي ممكن يخطفك مني
انت انا الرغبه بتاعتك مش انت الرغبه بتاعتي، انت اللي تحلم انك تلعب في ريال مدريد. فمشروع انا شايف ان ريال مدريد بيمر الان بمرحله مشروع متكامل، ولا لا نتخيل ان في رقم يمكن ناس كتير جدا هتتفاجئ بيه، ان في القرن الجديد بعد كل الانجازات الاسطوريه اللي عملها برشلونه، سواء بدايه مع جيل ريكارد رونالدينيو وايتو وديكو، وبعده مع الجيل الاسطوري اللي جوارديولا وتشافي وانيستا، وطبعا بقياده ميسي وديفيد فيا، وحتى الخماسيه التاريخيه اللي تحققت مع انريكي بقياده ام اس ان، لك ان تتخيل ان في سنتين بس او في سنه ونص على وجه التحديد زيدان بيخلي ريال مدريد معاه القاب دوليه اكتر من برشلونه في القرن الجديد. طيب. 11 لقب دولي مقابل 10. وليد قول لي تشكيل ممكن يكون زين الدين زيدان بيتكلم او بيفكر في بكره يبتدي بيه هذه المباراه. يعني هيبدا طبعا بنافاس، كيلور نافاس في حراسة المرمى، خط الظهر كارفخال الظهير الأيمن الأساسي طبعا، الباك الشمال ده بقى فيه كلام، يعني بعض الصحف الأسبانية قالت إن هو ممكن يريح مارسيلو لمباراة الإياب لأنه كان لسه عنده كمان سوبر أوروبي ومارسيلو عمل فيه يعني مجهود كبير جدا، ممكن يريحه لمباراة الإياب ويدفع بالجديد بالوافد الجديد سيو هرنانديز في مركز الباك الشمال، وطبعا الاثنين قلب الدفاع ما فيش عليهم خلاف فاران وسيرجيو راموس. ثلاثي خط الوسط هو بيفتقد طبعا ورقه مهمه جدا، ودي ممكن ترجح كفه برشلونه في مباراه بكره، لوكا مودريتش. لوكا مودريتش موقوف من سوبر 2014، هم عندهم اللاعب اللي بياخد ايقاف بيتوقف في نفس البطوله، فمش هيلعب لوكا مودريتش، فهو عنده طبعا الاثنين كاسيميرو وكروس اساسيين، ممكن بقى لاعب زي كوفازيتش هو اللي يكون موجود بكره ان شاء الله، غالبا هيلعب بيه لان مش هيخاطر ويلعب باثنين ديفندرات ويغير خطه لعبه قدام برشلونه في بدايه موسم وفي الكامب نو، فغالبا هيلعب بنفس الثلاثي كريستيانو رونالدو طبعا لا خلاف، جاريس بيل وكريم بنزيما. اوراق طبعا هتكون موجوده على الدكه، ممكن يستخدمها اكيد ان هو يستخدمها وفقا لمجريات المباراه. عنده طبعا اسكو اللاعب الرائع جدا، احد اهم طبعا هدف هايل، واحد اهم اوراق الفريق اسينسيو ولوكاس فاسكيز، فهو الحقيقه عنده بدائل كتير جدا، لكن احنا بنتكلم عن فريق شبه متكامل. انا شايف ان ريال مدريد محتاج راس حربه بكره قوي. لا انا بص، هو فكره غياب نيمار على قد السلبيات الكبيره جدا اللي ممكن تاثر فيها فنيا في تشكيل برشلونه، لكن انا شايف ان ده هيكون دافع كبير جدا لبرشلونه ان هم يثبتوا، وبقى فكره يعني هو نجوم كثيره كلهم نجوم، في لعيبه بتبقى ليها كده هو فكره الدفاع عن الكبرياء، لان انتقد نادي برشلونه كتير جدا، ولاعب زي ميسي ولاعب زي لويس سواريز والكلام اللي هم هل هيقدروا يعني يقدموا او يشيلوا برشلونه في غياب لاعب مهم زي نيمار، اعتقد فكره الكبرياء دي هي اللي هتخلي برشلونه يعني يبذل 200% من وجوده بكره، واعتقد برشلونه الاقرب للفوز. برشلونه الاقرب للفوز طبعا. قول لي يا احمد التشكيل ممكن الامثل لزين الدين زيدان. انا متفق مع وليد جدا، هو طبعا صحيفه ماركا كانت قالت ان هو يعني ممكن يبقى في مفاجاه بغياب مارسيلو ودخول ثيو هرنانديز، هو عايز برضو يدخل ثيو ويحسسه ان هو جزء من المنظومه بتاعت ريال مدريد، وكمان دي سياسه المدوره اللي فادته جدا في السيزون اللي فات، سياسه المدوره فادته ان بعض اللاعبين اللي هم كبار شويه في السن وخصوصا اهمهم رونالدو، فانا اعتقد ان التشكيله اللي قالها وليد انا متفق معاها جدا. النتيجه صعب التوقع جدا، لكن هي مباراه نفسيه بالمقام الاول، برشلونه بيعيش ازمه والمباراه دي هترجعه، ريال مدريد عايز ياكد سيطرته، فانا يعني ربما اشوفها اقرب الى التعادل لكن هي خارج التوقعات طبعا يعني. طيب مين ياخد السوبر؟ طيب ريال مدريد. ريال. اشكرك يا احمد. شكرا جزيلا. انا بس عايز اقول ان يعني الاختلاف في سوبر او الكلاسيكو بتاع بكره ده اول كلاسيكو في تاريخ الكلاسيكو الجماهير المصريه هتشوفه في قناه مصريه، فده شيء الحقيقه هيكون مميز للكلاسيكو ده، احنا هنعيش اجواء مختلفه سواء اتفرجنا عليه على القناه طبعا من بكره الناس كلها قاعده بتتفرج فده يبقى شيء اي مشاكل مش مستنيين حد يبقى في عندك اشتراك في حاجه لا طبعا، فده شيء هايل جدا، واتمنى دي تكون بدايه ان القنوات المصريه تبدا تتحرك، احنا عندنا يعني عندنا طبعاً استثمارات في مجال الاعلام الرياضي، اتمنى ان هي توظف يعني البرزنتيشن بتقوم بشكل طبعا برزنتيشن طبعا ومهم جدا في الساحه الرياضيه للاعلام بالذات، لازم نوجه لها التحيه لان هم عملوا شيء جديد ومتفرد في تاريخ الاعلام الرياضي، فلازم نوجه لهم التحيه ونقدر شغلهم وشغل طبعا برئاسه طبعا المهندس محمد كامل اللي انا شايفه واحد من انشط الاداريين في المجال الرياضي. سرق بيقول لك في اسبانيا هو كابتن سيف فلا لازم يحيوا، لان توجيه التحيه ليهم هي في التاكيد او تشجيع للباقي ان هم كمان يدخلوا في مجال المنافسه، واتمنى قناه زي النادي الاهلي قناه النادي الاهلي وبقيه القنوات المصريه تجيب حصريات وتورينا مباريات عالميه، وده شيء
يعني هيسري المجال الاعلامي الرياضي بشكل عام. اشكرك وليد وجودك معانا. يعني اشكرك كابتن سعيد بوجودي معاك ومع نجومنا طبعا على نجومنا طبعا احمد حجازي ورمضان ومحمد صلاح ويعني كلهم كانوا ايضا محمد النني حاجه مميزه جدا ل هو يوم يوم سعيد ومميز للكره المصريه. شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا. اكيد هنستمتع بكره من يعني كلاسيكو كلاسيكو كلنا بننتظره زي ما بنقول كده. انت كل يعني هنتفرج عليه كلنا المصريين كلهم محبين الكلاسيكو ومحبين الناديين الكبار ريال مدريد وبرشلونه هيتفرجوا من غير اي ما يكون اي مشاكل عندهم من غير اشتراك بقى في اي حته موجوده على قناه المصريه قناه اون سبورت. واكيد طبعا شكر للشركه برزنتيشن انها بتقوم بالمجهود ده لان فعلا احنا محتاجين يبقى في طفره في الجزئيه دي. بعد الفاصل هيكون معايا طبعا نجمين من نجوم النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب نجم الاهلي السابق وكابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق وايضا المدير الفني لنادي طلائع الجيش. هنتكلم على كاس مصر اكيد هو ده شغلنا الشاغل وكلامنا في الفتره اللي جايه عن المباراه النهائيه في كاس مصر مع فريق المصري واكيد كلنا بنتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي. فاصل وارجع استقبل ضيوفي من كلامنا على هذه المباراه.